السنة دي عندنا بقى مجموعة كبيرة من المواهب الشابة اللي منورة موسم رمضان 2024. يعني نتكلم كده على دويتو قالب السوشيال ميديا من أول حلقة، عصام عمر وأحمد داش، ومسلسل مسار إجباري، عاملين ماراثون الحقيقة في التمثيل قوي جدا، بيعلوا على بعض طول الوقت والناس مستمتعة جدا بوجودهم مع بعض. وطبعا هنا ما ننساش الفنانة صابرين والفنانة بسمة، يعني مسلسل الحقيقة شدد الناس جدا من أول يوم. أعمال كتير كمان، مسلسل الحشاشين فيه وجوه كتير جديدة، منهم أحمد عبد الوهاب وسارة الشامي، واللي طبعا قصة حبهم كل الناس بتتابعها في المسلسل. إمبراطورية ميم كمان، هاجر السراج، يعني إلهام صفي، نور النبوي، طبعا ما نقدرش نقول دلوقتي إنه بقى وجه جديد، لأنه الحقيقة إنه بقى من النجوم اللي موجودة وبتمتعنا بشكل كبير. خلينا نتكلم عن هذه الوجوه الشابة اللي موجودة في دراما رمضان 2024، وازاي شايفهم الناقد الفني مصطفى الكيلاني. اهلا بيك وكل سنة وانت طيب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكي. ازاي شايف التوليفة دي من الوجوه الشابة في 2024 والموسم الدرامي اللي انا بقيت اشوف انه بقى فيه فرص كبيرة للشباب في بطولات من بابها المسلسلات شايلها شباب؟ هو البداية بدأت مع واتشت، واتشت فتحت المجال للشباب، و يعني عصام عمر احنا عرفناه من بالتو، هاجر السراج برضو المسلسل يعني كان قالب الدنيا برضو، حالة خاصة بالظبط كده يا فندم. فاحنا عرفنا الاسامي دي بدأ بالبداية كانت مع واتشت. واتشت ادت مساحة للشباب في بطولات، البطولات دي اولا المسلسلات اتعملت بشكل جيد جدا، افكار جديده فتحت مساحه للممثلين، مش كمان للممثلين وللكتاب وللمخرجين. يعني حضرتك ذكرتي بالتو، كان كتابه لاول مره برضو المؤلف، صحيح بالظبط، احمد عاطف لاول مره، عمر المهندس لاول مره، عصام عمر بطل لاول مره، حالة خاصة نفس الحدوتة. وأعتقد نجاحهم الكبير، ولو إحنا هنا بنتكلم على بالتو، أكد على أنه الخطوة دي كانت صح، أنه ندي المسؤولية للشباب ونجحوا بشكل كبير، فنقدر نعتمد عليهم في اللي جاي. بالظبط كده. هو لو حضرتك تابعتي برضه هتلاقي ريفو في نجوم هنا معروفين زي امير عيد، بس في الاخر في التمثيل ما كانش عندهم تجارب قبل كده. راكين سعد ما خدتش البطوله قبل كده بالشكل ده في الجزئين. تحقيق نفس الحدوته، اتزان نفس الحدوته، صدقي صخر طالع من ريفو ومثلا ومعاه مجموعه كبيره ممكن هيشتغلوا بعد كده. مجموعه برضه في ستاند اب كوميديان بقوا ممثلين دلوقتي، زي طبعا على راسهم طه دسوقي، وكمان هتلاقي وليد المغازي موجود في مسار اجباري، هتلاقي كذا حد موجود. الناس الموهوبين اتفتح لهم الباب الاول من خلال واتشت، اللي انا شايف ان وجودها كمنصه مهم جدا. والسنه دي مثلا هتلاقي عندهم في لحظه غضب في رمضان بيتعرض حصريا على المنصه، هتلاقي برضو في مساحه جديده للشباب مع صبا مبارك ومحمد شاهين وضيف الشرف كان فراج. فالشركه المتحده بتحاول ان هي تقدم مجموعه من النجوم يبقوا ولادها، يبقوا طالعين من تحت ايدين الشركه مقدمه لهم فرص، ومش في التمثيل بس، في التمثيل، في الكتابه، في الاخراج، في التصوير، في كل المجالات. وده بصراحه دول اللي هيكونوا نجوم المرحله اللي جايه، دول اللي هيكون عندهم افكار جديده وطازه وخيال مختلف. صحيح. عايزين يقدموا افكار الشباب اللي زيهم واللي هو المشاهد الرئيسي الان للمسلسلات، خاصه على المنصات. يعني الجمهور العادي وجمهورنا في البيوت بيبقى معظمه بيتفرج تلفزيون، الشباب الاصغر مننا شويه هم جمهور المنصات. لما بيلاقوا الشباب دول مساحه وانه عندهم جوه واتشت مساحه كبيره، لما بيطلعوا على التلفزيون خلاص انت عملت لهم الارضيه الجماهيريه بتاعتهم. صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للناقد الفني مصطفى الكيلاني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.